اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتقب القرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرضانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع سورة قصيرة كما تعودنا، وهذه المرة هي سورة الكافرون. الكافرون هذه السورة التي عظمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يقرأ بها وبسورة الإخلاص على الأقل مرتين في اليوم في سنة الفجر. فكان يقرأ في سنة الفجر قبل الفريضة، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة، كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية كان يقرأ بسورة الإخلاص، وكذلك بعد صلاة المغرب سنة المغرب أيضا كان يقرأ فيهما، يعني بهاتين السورتين. وكان هذا ديدنه شبه يوميا، كان يقرأ بهاتين السورتين لعظيم ما ورد فيهما، التجرد والإخلاص لله عز وجل في سورة الإخلاص، وكذلك في هذه السورة بأننا لا نؤمن إلا بالله ربا، ولا ندين إلا بدين الله عز وجل الذي أنزله علينا. هذا سورة الكافرون. وقصة نزول هذه السورة، ربما أكثركم يعرف أن كفار قريش ما كان عندهم في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم من صنوف ومن أصناف الأشياء التي كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصدوه عن الدعوة. فكانوا يعني جاءوا بالتعذيب وبالأذى بالكلام وبالضرب وبغير ذلك من الأمور التي كانوا يقومون بها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة الذين أسلموا مع الرسول الله عليه وسلم. فكانوا يقومون بكل هذه الأصناف المختلفة. ومن ضمن ما جاء أنهم جاءوا أيضا إلى عمه أبي طالب، فقالوا له كلم ابن أخيك، لأنه إن كان يريد مالاً، إن كان يريد من هذه الزوبعة التي صنعها ومن هذا الكلام الذي ينشره، إن كان يريد من ورائه مالاً فجمعنا له الأموال حتى يكون هو أغنى الناس في مكة، وإن كان يريد جاهاً ملكناه أمرنا فأصبح هو يعني الملك علينا، وإن كان يريد يعني الزواج بامرأة حسناء قدمنا له من أحسن ما عندنا من النساء، ولكن فليتوقف من الإيذاء لآلهتنا. كانوا هذا الذي يريدونه، لا يتحدث أن هذه الأصنام ليست آلهة، يتوقف عن هذا الكلام أن هذه الأصنام ليست آلهة، فلا يقلل من قيمة آلهتنا، هذا كان همهم. ولكنهم مستعدون أن يعطوا كل هذه الأشياء للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن أبو طالب فعلا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، ونذكر الرد
هذا الرد الذي يكاد يتفق عليه يعني معظم المؤرخون بما فيهم الغربيون. لما كنت أنا في بريطانيا كان عندنا في الجامعة قسم للأديان أو مقارنة الأديان، وهناك محاضر عريق فيلسوف وكتبه مشهورة يعني تدرس كمراجع في الكتب، اسمه ويليام مونتغومري وورد. فمن ضمن الأشياء كان يعني معجبا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن مسلما ولكنه كان معجبا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأشياء التي ذكرها التي يقول أنها تجعله يقتنع بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، أو أنه على الأقل في ذات نفسه كان يؤمن بأنه نبي، يعني الرسول كان يؤمن في داخله أنه نبي، ما كان يصطنع الأشياء. فمن ضمن الأشياء القصص التي ذكرها، مجموعة من القصص لكن هذه بما أن نحن في صددها، قال لو كان فعلا هو يفكر كبقية الناس، لو كان يفكر كبقية الناس لقبل، يعني كان ممكن أن يقول نعم أريد الجاه مثلا ويصبح ملك، ثم بعد أن يصبح ملك الملك يستطيع أن يغير أمور المواطنين، يعني يصبح ملك ثم يهدم كل هذه الأصنام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأنه ما كان يريد بالقوة أن يغير الدين الناس، ولكن لأنه لا إكراه في الدين، ولكن كان يريد أن يقنعهم بصحة ما بعث به. فحينما جاء عمه بهذه الصنوف أو الأصناف التي قدموها قادة قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان رده؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري ما كنت تاركا هذا الدين، ما كنت تاركا، حتى لو جابوا لي ما فقط يعني كنوز الدنيا كنوز الأرض، بل حتى لو جابوا لي الكنوز البعيدة اللي ما يصل إليها أحد من الشمس والقمر، حتى لو جاءوا بها ووضعوها في يدي لما كنت تاركا هذا الأمر، لأنه أمر الله عز وجل ما يمكن أن يعصيه، وهو النبي المبتعث المرسل إليه المصطفى لكي يقوم بهذه المهمة. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر منهم، وهذا كان رده. فويليام مونتغومري وورت يقول لو فعلا هو لم يكن مقتنعا في داخله بأنه نبي لقبل شيء من هذه الأشياء، ولكنه لم يقبل لأنه حقيقة هو نبي مرسل من عند الله عز وجل. ثم أن كفار قريش لم يكتفوا بذلك، يعني بعد المحاولات كما قلنا يعني بالإيذاء بالتعذيب بالمقاطعة بالتجفيف بكل أنواع الأذى الذي قدموه، وأيضا بوسائل الإقناع التي اجتمعوا بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتوقف، يعني في البداية كان يقول أن يتوقف عن ما يدعو إليه جملة وتفصيلا، ثم أنهم قالوا حتى لو يستمر في الدعوة ولكنه يتوقف عن الكلام عن آلهتنا، ما يذم الأصنام. ثم بعد ذلك أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات أنه كان أربعة من قادة قريش من بينهم أمية بن خلف والعاص بن وائل، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن مستعدون لعبادة إلهك الذي تدعون إليه، ولكن بشرط أن نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، إذا قبلت بهذا نحن مستعدون أن نكون معك، تعبد آلهتنا يوم ونحن نعبد إلهك يوم. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعبد إلهك يعني أسبوع، أظن ما أذكر أسبوع، وتعبد إلهنا يوما. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا نعبد إلهك شهرا وتعبد إلهنا يوم واحد. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، في بعض الروايات وفي بعضها يوما. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه يعني ما
كل هذه العروض التي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه قوله أن قل لهؤلاء الذين كفروا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم هم كانوا يدعون حينما يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا ردهم أن الله الذي خلقهم، وبعد ذلك يقولون أن هذه الآلهة إنما نعبدهم ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نعبد إلهك، ولكن هذه الآلهة هي عبارة عن شفاعة أو قربة إلى الله عز وجل، فهي شريكة مع الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما أنكم أشركتم فأنتم لا تعبدون الله، بهذا الشرك بشرككم هذا لا تعبدون الله، قل يا أيها الكافرون، فسماهم الكافرون بأنهم لا يعبدون الإله الحقيقي، فهم كافرون، الكافر الذي يغطى عليه ويعني لا يستطيع أن يرى الشيء الصحيح، فهم كافرون لأنهم أشركوا مع الله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بعبادتكم لهذه الآلهة وإشراككم بهذه الآلهة مع الله عز وجل أنتم لا تعبدون إلهي ولا تعبدون الإله الحقيقي، فأنتم لا تعبدون الإله الحقيقي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هذا في المستقبل. فتكلمت الآيتين الأوليين يعني عن في الحال، في هذا الحال أنني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أما في المستقبل أيضا فأنا لن أعبد ما تعبدون ولا أنتم ستعبدون ما أعبد. وفعلا يعني يقال في الروايات أن أربعة هؤلاء الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا كفارا لم يسلم منهم أحد، لا أمية بن خلف ولا العاص بن وائل ولا الاثنين الآخرين الذين كانوا يعني مع هذين الأربعة لم يسلموا ولم يؤمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعبدوا هذا الإله. وقيل أن التكرار هذا الذي جاء في الآيتين الثانيات لا ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني طريقة عبادتي أيضا ليست كطريقة عبادتكم، الطريقة التي تعبدون بها أصنامكم هي ليست الطريقة التي أعبد بها الله عز وجل، لأن طريقتنا من الذي أرشدنا إليها؟ وهذا يعني السر نحن نقول أن لا يمكن أن يبتدع الإنسان في العبادة شيء مهما بلغ من العلم، يعني ما ممكن أحد يجي لنا اليوم حتى لو ادعى أنه يعني عالم من علماء دين الإسلام، ما ممكن يقول الفريضة أن نصلي خمس أن نصلي يعني ست صلوات في اليوم، ما ممكن أن يضيف لنا حتى لو مهما بلغ من علمه في القرآن أو بلغ من علمه في الدين. فالعبادة مشروعة من عند الله عز وجل، العبادة مشروعة من عند الله عز وجل على الطريقة التي وضحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأتي بها أحد. ولذلك نحن يعني قاعدتنا في الإسلام صلبة، قاعدتنا في الإسلام صلبة، ليس كالأديان الأخرى، يعني مثلا الدين الذي يقول لك مثلا اشرب من هذا الخمر واستشعر أنه يعني دم النبي أو الإله الذي جاء به، من أين جئتم بهذا؟ هل هو مذكور في كتابكم؟ هل هو يعني سنة من نبيكم؟ يقول لك لا، ما في شيء يعني مكتوب عندنا، ما عندنا أي مرجع، بينما نحن في الإسلام كل عبادة من العبادات لابد أن يكون لنا فيها مرجع، آية من الله عز وجل تأمرنا بما نقوم به أو تنهانا عما ننتهي عنه، أو يكون يعني الطريقة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة صلاتنا مثلا، عدد الركعات التي فيها، كيف نصوم، ما هي مفطرات الصيام،
ما هي الأشياء التي يعني أمرنا الله عز وجل أن ننتهي عنها في الأمور، من الكذب، من كل هذه، يعني لابد أن يكون عندنا فيها قول لله عز وجل في كتابه الكريم، أو قول للرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل من أفعاله، أو تقرير من تقريراته صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين على قاعدة صلبة بإذن الله عز وجل، لأن ديننا يعني يقوم على المرجعية لشريعة الله عز وجل التي أنزلها. فطريقتنا هي الطريقة التي أمرنا الله بها عز وجل. بينما من أين لهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين، من أين لكم هذا؟ كيف عرفت أن هذه الطريقة هي مقبولة عند الخالق عز وجل، وهي الطريقة المقبولة عند الله عز وجل؟ كيف عرفتم؟ هل أخبركم الله عز وجل بذلك؟ لا، ما عندهم أي مرجع. يعني يقطع الإنسان المسافات ليذهب إلى معبد معين، ثم يقوم بطقوس ومراسيم معينة وأمور معينة. كيف عرفت أن هذه الطريقة هي مقبولة عند الله عز وجل؟ كيف عرفت؟ ما في أي دليل على ذلك. بينما نحن في الإسلام كما قلنا لا يوجد شيء يعني من يأتي به الإنسان فقط أنا أريد أن أعمل كذا وهذه الطريقة هي التي، بل حتى في الأشياء اللي فرائض لا يمكن الإنسان أن يأتي بما يريد. يعني مثلا الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال حينما سمع عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ف يعني قال أحدهم أني أقوم الليل كله ولا أنام، وهو يتعبد، هذه عبادة يقبلها الله عز وجل. وأحدهم قال سأصوم الدهر كله لا أفطر، وأحدهم قال أعتزل النساء فلا أتزوج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هذا في العبادات، فما بالك في الأشياء الأخرى؟ قال في العبادات من رغب عن سنتي فليس مني، فأنا يعني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بعثه أسوة للناس، بعثه لكي يكون هو القدوة للناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا أردت أن تنال حب الله عز وجل فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الآيتين الثانيتين يقول العلماء أنها تعود إلى الطريقة، هذه الطريقة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فليس إلهكم هو نفس الإله الذي أنا أدعو إليه، لأن أنا أدعو إلى إله خالص واحد لا شريك له، له منتهى الملك، له العظمة والقدرة والعلم والخبرة، هو العظيم القدير القادر المقتدر الذي بيده ملكوت كل شيء، وليس معه شريك، وليس معه ولي من الذل. فلا يمكن أن نقول أن هذه الآلهة يعني تكون شريك مع الله عز وجل. فإلهكم غير الإله الذي أعبده، والطريقة التي أعبد بها هذا الإله هي طريقة مختلفة عن الطريقة التي تعبدون بها إلهكم، لأن هذه الطريقة هي مسنونة وهي مشروعة من عند الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يشرع العبادة، والله عز وجل هو الذي بيده هذا الأمر، ألا له الحكم والأمر. فأنت مثلا لما تحب إنسان وتريد أن تفعل له شيئا يحبه حتى تقترب منه، تسأله إيش تريد أن أسوي لك؟ إيش أشتري لك؟ ما تريد أنت تروح تشتري شيء ثم تأتي به وإذا بهذا الشخص لا يرغب في هذا الشيء. لكن تريد أن تشتري له شيء سيعجبه، ولذلك تسأله من قبل إيش تريد أن أشتري لك؟ أو أنك تكون عارف أن هذا الشخص مثلا يحب هذا الشيء، يحب عطر معين، يحب ساعة معينة، يحب تليفون معين، فتشتري له ما سيجعله يحب
هذا الشيء، ولكن كيف ستعرف؟ تعرفه من خبرتك مع هذا الشخص أو بإخباره لك. فأنت الآن تقوم بشيء، بعبادة معينة، كيف تعرف أن هذه العبادة الله عز وجل يحبها؟ تعرفها إذا هو الذي أخبرك بهذه العبادة. هذه الطريقة هي التي تقربها، تقترب منها إليه. فالله عز وجل يخبرنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أردت أن تقترب إلى الله عز وجل، فأفضل طريقة وأحب طريقة إلى الله عز وجل أن تقوم بما فرضه الله عليك، بالأمور التي فرضها، سواء كانت هي من الواجبات أو كانت من المنهيات. فهذه الطريقة للاقتراب إلى الله عز وجل. فلكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم طريقتكم ولي طريقتي. طريقتي الله عز وجل هو التي رسمها، ولي دين هي أصلا ولي ديني، ولي ديني. ولو تلاحظ أنه في كسرة تحت هذا، لكن حذفت الياء لتماشي القراءة مع بقية الآيات. لكم دينكم ولي دين، وإذا أكملت تقول ولكم لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. فلكم دينكم ولي دين، كما جاء في الآيات الأخرى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وجاء في الآيات الأخرى: لكم عملكم لي عملي ولكم عملكم. أو في الآية الأخرى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني كل إنسان سيأتي منفردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. كل شخص سيكون مسؤول عن نفسه يوم القيامة، يحاسب على الأعمال التي قام بها في هذه الدنيا، سيحاسب على هذه الأعمال التي يقوم بها في هذه الدنيا. فهذه السورة هي سورة تعلمنا كيف نفصل، يعني حينما يأتي الأمر يكون متعلق بالدين، بدين الله عز وجل، وعن العبادات التي نقوم بها، فنحن عندنا طريقتنا، ما نخلط الأمور ولا نداهن في هذه الأشياء مع أحد، كما قال الله عز وجل في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني هم كفار قريش كانوا راضون أن يدهنوا، أن يتنازلوا، أن يتسامحوا، حتى قبلوا أنهم يعبدون الله عز وجل سنة كاملة، وهو والرسول صلى الله عليه وسلم يعبد إلى آلهتهم يوم واحد. فهم مستعدون للتنازل، ولكن إذا كان الأمر متعلق بالله عز وجل، والأمر متعلق بدين الله عز وجل، والأمر متعلق بعبادات الله عز وجل، فلا يوجد هناك تنازل وتسامح في هذا الأمر. فهذا الإيضاح لا بد منه للمسلم في قلبه، أنه هو يقوم بأمر الله عز وجل، يقوم بأوامر الله عز وجل، ولا يحيد عنها، ويقوم بما أمره الله عز وجل فقط. فهذا الإيضاح وهذا الانفصال ضروري. ولكن إذا جاء في الأمر في المعاملة، فهذا لا يعني نحن أن ندير وجوهنا عن غير المسلمين. فالآية واضحة في هذا، يعني الله عز وجل يقول في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا أمر واضح، أن الذين لا يقاتلوننا ولا يخرجون من ديارنا ولا يؤذوننا، نحن أمرنا بالقسط إليهم، بل أكثر من ذلك أمرنا بالبر إليهم. البر هذه الكلمة التي تستخدم لبر الوالدين. فلا ينهانا الله عز وجل أن نقسط إليهم وأن نبرهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء الذين يقاتلونكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، هؤلاء الذين يخرجوننا من ديارنا ويؤذوننا بسبب ديننا، هؤلاء يعني شأنهم شأن آخر. فنحن الفصل عندنا واضح، الفصل عندنا واضح: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب فلا ذنب له. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور.